اخوتي، انا هو داك السيد اللي اتهمتني النسيبه ديالي والجيران ديالي بلي انا حرق داري. واش كاين شي واحد اخويا تيحرق دارو؟ هاد السيده هادي اخويا انا ما عرفتش شنو باغيه عندي، جات الوسائل الاعلام وجاو البوليس وجات البومبيه وتيتهموني. وهاد الناس هادو انا اخويا كون كنت حارق ما غاديش نجي انا بعدا. اصلا انا مازال تنخدم تنبيع ونشري في الحوت، وانا مازال ما اللي داير شي حاجه راه تيكون هارب، راه ما كاينش مازال، راه مازال تيخدم. ولا انا راه الحمد لله مازال انا في لا ريجيو فين تندور انا، تنبيع ونشري تنتقهوى. كاين الناس انا كون درت شي حاجه راه ما غاديش نبان هنايا، كون راني هارب، راه كون راه مشيت للصحراء ولا كون راه مشيت لشي قرينه الجايه. انا هاد الناس هادو تيتهموني باطل باطيله، وانا اخويا راه خليت لهم الله. هادشي هذا اللي نقول اخويا. بالنسبه لنا عاودنا للدار، شكون اللي شراها؟ شكون اللي الدار؟ اخويا انا قد بعنا واحد الدار ديالنا، ديال الورث ديالنا، ديال الوالده ديالي. كل واحد في خوتي عطاتو حقه، قبضت واحد 4.5 مليون، مشيت شريت حويجات لولادي تداري، ومشينا تفاهمنا باش نشريو واحد البرطما وهذه شقه وهذه. وتقت في المراه بينات لي الثقه ديالها، تقت فيها كتبت لها داك الشيء على سميتها، وقلت انا ماشي مشكل. بقينا تنخدموا غاديين عاديين، ما كاين مواقع لا مشكل لا حتى شي حاجه. منين جا هاد المشكل هذا ديال الوباء هذا ديال كورولا، هاد السيدة هادي بقاو تلقاو السبة. أنا مع ما خدمتش هاد الوباء هذا، ما كانتش الخدمة، كانت الطريق مقطوعة، وكانت بزاف ديال الأسباب راه الناس عارفينهم. وهادي قالوا هاد السيدة هادي راه ما كيصرف ما والو، مشات كذبت عليا بدون سبب. أنا السبب الوحيد اللي قلت لها، قلت لها هاد السيدة هادي تجي أمك للدار مرحبا بها على راسي وعينيا، اما باش تجيب لي شي مرا شوافه ولا سحاره ما تجيبهاش لداري. قالت لي شكون قالها لك؟ قلت لها انا اختي، راه مشيت درت الرقيه ومشيت لعند الفقي وقال لي شنو شنو. السيده لبست جلابشها مشات لعند امها. انا قلت راه المراه راه غضبانه كي كيغضبوا العيالات كاملين، وهادي عايش في دار غفلو، انت داز واحد 3 ايام غادي دير لهم داك الشيء اللي قسم الله الحليب ودانون وهادي. دقيت على امها قبضاتهم مني، قلت لها السلام عليكم، عليكم السلام خالتي حاده، عطيتها داك الحليب ودانون وليكوش قبضاتهم مني. وقلت لها المهم داك النهار ما هضرتش معاها، ما قالت لي حتى شي حاجه، انا ما قلت لها والو، قلت لها السلام سلام، عطيتها داك الشيء مشيت بحالاتي. الله غد ليه منين جبت لها الحليب وليكوش قلت لها خالتي حاده فاطمه الزهراء راه تنصوني عليها، قلت لها ما كتجاوبنيش، قلت لها بجوج د النماري ما كتجاوبنيش. قلت لي يا ربما مع الخدمه ولا شي حاجه راه مانعين عليهم التليفون من الخدمه. قلت انا راه ماشي مشكل، قلت لها خليني انا غنوصل المراه ديالي، قلت لها ما تمشيش تعرضي ليها، خليني نمشي نوصل المراه ديالي باش نتفاهم معها نشوف شنو واقع. سيده قالت لي ما تعرض ليها، ما تهضر معاها، ما تصوني عليها، ما قلت لها وفين غادي نهضر معاها وكي غادي ندير نتفاهم معاها؟ قالت لي حتى للمحكمه. قلت لها الله اكبر، قلت لها وصلنا حتى للمحكمه. شحال عندكم الوليدات؟ عندنا جويجات خويا. شحال عمرها؟ وحده في عمرها عامين، عامين ونص، جايه لثلاث سنين، والاخرى عندها عام وثلاث شهور. شحال ديال الزواج عندكم دابا؟ دابا نقول شي 4 سنين، 4 سنين قول هي هذيك 4 سنين. دابا الرسالة ديالك؟ الرسالة ديالي اخويا، انا هاد الناس هادو اتهموني باطل باطيلة، وانا ما درتش انا اخويا داك هاد الحريقة هادي. واش كاين شي واحد تحرق دارو؟ انا داري يا عباد الله، وهاد السيدة هادي وقع النقاش انا ومرتي، صافي تناقشنا كي كيتناقشوا الناس كاملين، مشيت بحالاتي انا، حيت الراجل اللي تيخوي الدار ماشي المرأة اللي كتخوي الدار، واش فهمت اخويا؟ ملي مشيت انا بحالتي تاجا قال لي الدراري قالوا لي اخويا راه طالقين عليك الاشاعه بالله، انت حرقتي دارك وحرقتي نسابك وحرقتي ولادك. واش كاين شي واحد تيحرق داره ولا تيحرق ولاده اخويا؟ بالنسبه للمخزن ما غوت ليك؟ لا ما غوت لي ما حتى شي واحد، ما غوت لي ما والو، اللي غوت لي مرحبا، انا نجيب برجلي مرحبا، انا راه ود المخزن
با راه ديجا ارمي قديم سميتو حرر الصحراء، دار بزاف ديال الحوايج. حنا ولاد المخزن، اي حاجه تيطلبها منا المخزن تنقومو عنده، ما عندناش مشكل مع المخزن، مع الامن، مع اي حاجه كاع. شنو الرساله تبلغ نسابك وليداتك واش زعما ترجعوا تصافوا؟ والله يهديها، انا ماذا بيا اخويا رجع وليداتي؟ واش كاين شي واحد ما تيبغيش يرجع وليداتو اخويا؟ انا دم هذه راه ديجا تبريت فيها في كاتر ايام اخويا، جا واحد النهار بعدا هذه نقطه مزيانه نقولها لك استاذ. واحد النهار جابت لي، كنت ناقش انا ومرتي تغاوتنا كي كيتغاوتوا الناس وهادي، مشيت طلعت نتقهوى وهادي، هي مشات للكاتريام بدات تبوحط عليهم وتتبكي عليهم وهادي، قلت لهم راه الراجل بنتي تيضرب بنتي وهادي، تتكرفص لي على بنتي وهادي، جايين معاها البوليس. منين جاو معاها البوليس لقاوني انا جالس حدا الدار، جالس مع الدراري صحابي وهادي. جاو عندي البوليس، قلت له جاي لعندي، قال لي واش انت هو مهدي؟ قلت له اه، قال لي نوض. قلت له مرحبا. مشيت لعندو، قلت له خويا لا سمحتي اجي لهنا واحد الدقيقه نهضر معاكم وهادي. قال لي مالك مع الشريفه ومع المراه؟ قلت له انا ما ميلي مع هاد السيده والو، هاد السيده هادي غير تاخذ التقار. هاد السيده انا قبضت تقاري، هاد السيده تعطيني التقار. قلت له، قال لي مالك مع المراه؟ قلت له ما مالي مع المراه، ما حتى شي حاجه. قلت له لا بغيتيني نصوني لك عليها تهبط لعندكم، تهبط لعندكم. قال لي المراه ديالك فين هي؟ قلت له هي في داري. قال لها الشريفه، قال لها حشومه عليك. قال لها الشريفه، قال لها جيبو سال نسيبك راسو، قال لها ونعلي الشيطان ونسيري بحالاتك. قلت له اخويا انا ما تبوس لي راسي ما والو، هاد السيده هادي تعطيني التقار. وهي بقات شاده فيا حسيفه اخويا، علاش؟ بدون سبب. واش كاين شي واحد تيطلق البنت ديالو بجوج دالولاد بسبب هاد الكلمه هادي؟ قلت لها انا تجي امك للدار مرحبا بها، باش تجيب لي شي سوافه ولا سحاره، ما يعجبنيش الحال. واش كاينه ولا ما كايناش اخويا؟ رساله اخيره اخويا، انا تنطلب من الناس المسؤولين ياخذوا لي حقي اخويا، وشكرا.